ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. درسنا هنا لومي أقدمي لرب سبحانه وتعالى بتعمي مسكانة يقرب فتو سقا حجي زوفقنا رب سبحانه وتعالى خال على طاعته في الدنيا والآخرة. أدريس حزير اللخو أو مسرج جناتي حزير اللخو عنواناتي هو الصلاة تأذية الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادتين. مجمرت أفتي ناس لمن عند تأتزلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بني الإسلام كما في حديث عبد الله بن عباس بني الإسلام على خمس. إذا أسلم الناس بحب مشتى عند تاتي تهانيسو كم زجزا كتهنس إن كل خا بعند تات جركا عند تات تتكل شعو أفتي لعل عند تهنس تزدل خاي تجزا مالت زي عندنا يسلم الندمان حمشت عند تاز كأودما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كرايك أنت خينا تركب وإقام الصلاة. الصلاة إذا صلاة زي عبنا قرية عظيمة أفتي ديناتنا كمي سلمتي إساء أفتي ما كل سبن أو في مأكل باريان أما أكل ربن دلو ركب أب صلاتيو كما مرتاخد سجد عند حد ذلك تاي تقبر أول شيء تستحضر النية صلاة زي أخد سجد يخا مثلا شعو كتسجد كل خا طهارة تلي بالكاق ولا يكون صلاة يعني سبحان الله في أحسن الأحوال كون كانت سجدة لخمالتي خالتك. حتى بعض الصالحين بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيرهم صلاة كسجدون كله زبغ خداونت في خدن أنا يقبر يبل ها سلمنتاي سلي أبكر مربي تطو كبل حتى النبي صلى الله عليه وسلم تاي يقولوا إذا وقف أحدكم في صلاته فلا يلتفت يمينا وشمالا فإن الله تلقاء وجهه يعني دحر حد صلاة وأب صلاة وآتي الله أكبر له يمان تقام أيبل سلمنتاي سل رب سبحانه وتعالى أبكر مئو سل زله أيضا إذا صلاة زئاء يعني مقامنا عظيم أب تهي ما نتنعنا لكن كنديسب نحنا مثلا يعني أطفي إنايا أو بشللت النار إنايا زانا قرزئة سلزي صلاة كما قلنا صلة بين العبد وربه وهي الروح الركن الثاني كلا عندنا يسلمنا ها نتي سلمنا تقوم وتخل كفتي حنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظمها وتعالى الصلاة بلفظ الصلاة بمختلف الأسباب حمسة شمنتن شعت ذكرة أبتعد بعد سبحان الله لا إله إلا الله كم نحن مفرطون والله في هذه الصلاة.
قلنا زي سجد قلنا جمعة سجد قلنا جماعة زحلف قلنا دراريبو سجدوا بحنسة إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى حينما في إحدى الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة. رب سبحانه وتعالى أفتي أغلب الآيات كذكران كله ذا صلاة ما قال ويصلون الصلاة عبادة. انت اذا يقيمون الصلاة اذا صلاتي استخخلهم يمسوا مالتهم يعني يقيمونها بإقامة تنفعهم. وقال دحر اتي باريانا يا ربي نتا صلاة بحضور قلب سجدوا ساتطلبه. قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دحر سغا تصلات بقلب حاضر عن الفحشاء والمنكر. زخوني ذنبي زخون معصية كأختك كلا كتكلك لك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عليك أن تعلم عظم هذه الصلاة وقدرها. كم زبلنا كل شعر سبحانه وتعالى أنت يبل وأقام الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر هذه الآيات 58 آية 58 آية رب سبحانه وتعالى ذكروا سلمتاي زنتاي رد أن ذا صلاة زي عظيمة خمخنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يتركها كافرا. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تابل له العهد الذي بيننا وبينهم فللي زلوا أما أكلنا أما أكلوا من يوم زيوم أما أكل المسلمين أما أكلتم كفار كلاتهم جملة وتفصيلة سواء نصارى كوينهم يهود كوينهم مشركين كوينهم بوذي العهد الذي بيننا وبينهم فللي أما أكلنا أما أكلوا من زلوا صلاتي فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. زقد فاخي كفير كابسلمنا وسيب هكذا قال العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يعني نتسب زخل كله أو زكالة خللو أو كفري خأتو أو مهالالم كيتف يعني بين والعياذ بالله والعياذ بالله. إذن أخي في الله سلام انتهي تصلات نقدف سقعك النزي أهمية اندحرا لوا حجي. إذا تكلمنا عن هذه الصلاة وعلمنا قدرها وعلمنا منزلتها وأن تركها كفر تركها كفري مقدافه والعياذ بالله كفري. طيب نبل حجي يعني السبسي ودسب سلم من تايتا صلاة يقدف سلم من تايتا يقدفوا الصلاة. يعني أليس الله تبارك وتعالى ربه بك خير أنعم لك سبيته بك قنزبه بك عافية بك أبي لك
نرب سبحانه وتعالى طمع له ديها فرق ساعات اتويل كاسوا ان ظهر خوينا عصر خوينا مغرب خوينا اي شيء عصرت دقيق وين فرق ساعات اتويل كاس نرب خد قبره تطمع ديها تبقلو مال ديها اي جبا اني مالت كاريها ولا انت هاي مالت كاريها ولا كتسجد هاي دلخان نرب سبحانه وتعالى قصك أم مدري تقبر يدي لخان إذلالا وخضوعا بين يديه تبارك وتعالى. إذن لازم كل خطواتك تحسب لك رب سبحانه وتعالى رحيم سبحانه وتعالى لكن نمني رحيم نمني كريم ندحر متي خايو لمن كايو حتيت كايو رب سبحانه وتعالى خايب يمل سبحانه كاني يهبك لكن السخاء والعياذ ما حقنا همنا يونتي تأزازنا أي رب سبحانه وتعالى عند حركيدنا سبحانه وتعالى زبره ومن أعرض عن ذكري فإن له معفو زخده ها كفو هو كفو معيشة ضنكا والعياذ بالله ونحشره يوم القيامة عرات كاتسيكا ودوكا غيركا المسجد كتكيت كلها أبسل مات يمكن لجاتشه لو حنسات المتي بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة سبحان الله بالنور التام نعم نعم المشائين في الظلم ثم كل شع أب المات زخدو نب القيامة ربي يبرح لهم من تان من قدي جنة خدو بإذن الله تبارك وتعالى إذن كل أنت إيش في صلاة الآن ثم كيتك آتيك ركعتي الفجر سنة الفجر سجدك سنة الصبح سجدك اتا سنة الصبح دما رسول الله صلى الله عليه وسلم تايل امه ها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها زخلت ركعتي كاب الدنيا كلها ها تحيش نعم كاب الدنيا ها وتب الدنيا زلوين خير من الدنيا وما فيها لا اله الا الله لا اله الا الله كم نحن محرومون يا اخواني والله كم نحن محرومون إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر زلاتنا ويستر عوراتنا إخواني في الله وهكذا كذلك المرأة تقوم في بيتها تترك فراشها تسبيتونا وقزاء أخينا تعارتها قريفة ودؤقيرها كتسجدن كلها كذلك الله تبارك وتعالى يتقبل منها ويأجرها كما يأجر الرجل أب أجر حدهم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا تأجري بفركي كون أنت أجر حدهم بس على قدر القلب بتالب نزهتها حضورها يقينها صلاتها لحرب خشوع تا صلاة سجدنا ممكن تا سبيتي نتسبيت حلفة وممكن سبعين تا سبيتي حلفة وممكن كل يوم حدا خنو على حسب توجههم إلى الله تبارك وتعالى على حسب حضور القلب بخشوع لسجده رب سبحانه وتعالى كذلك أجرهم إذن تايلنا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له